هم الست والسلام، هي الطفلة والصديقة والزوجة ومنبع الأمان. هي مش أي حاجة، عشان هي كل حاجة. مركز حواء الطبي ومستشفى الدكتور فهمي لعلاج تأخر الإنجاب بيدي الأمل لكل حواء نفسها تبقى أم، لأنه مجهز بأحدث الأجهزة المتقدمة للحقن المجهري والتلقيح الصناعي، سونار ثلاثي ورباعي الأبعاد. في مركز حواء الطبي أعلى نسبة نجاح لأطفال الأنابيب، وأحدث أجهزة الليزر لاختيار نوع الجنين وجراحات التجميل والبشرة. في مركز حواء الطبي خبرات عالمية من أطباء واستشاريون النساء والتوليد وأطفال الأنابيب. طوارئ 24 ساعة وعيادات يومية. أفضل الخدمات الطبية ووحدة عمليات جراحية على أعلى مستوى، مع الإقامة الفندقية الفاخرة بمستشفى الدكتور فهمي. مركز حواء يجمع الخبرة والتميز ودقة الأداء. الدكتور فهمي أحمد رمضان، استشاري التوليد والمناظير والحقن المجهري، متخصص الحقن المجهري ديرماس برمنغهام إنجلترا، متخصص طب النساء التجميلي، عضو الجمعية الأوروبية للدكاترة، عضو الجمعية الأمريكية للخصوبة. وسهلا أعزائي المشاهدين في برنامجنا عيشها صح. النهاردة معانا دكتور فهمي أحمد رمضان، استشاري النساء والتوليد والمناظير والحقن المجهري. ازاي حضرتك يا دكتور؟ نورتنا وشرفتنا. ازاي حضرتك؟ الله يخليك. اهلا وسهلا. النهاردة هنتكلم عن كل تأخر الإنجاب وكل حاجة تخص الجواز والراجل والست. طيب في الاول عايزين نعرف من حضرتك، لو راجل وست متجوزين بقالهم 3 شهور والدوره منتظمه، امتى يروحوا للدكتور؟ هو ده طبعا حسب سن السيده نفسها. كل ما يكون السن اصغر كل ما يديني اطمئنان ان الامور لسه في يعني في متسع من الوقت معانا. كل ما السن بيكبر ال 35 وهنخش على ال 40، كل ما يبقى في استعجال شويه في الفحوصات اللي هي المفروض تطلب. فدايما العريس والعروسه في بدايتهم ما بنزنش عليهم قوي، ان ممكن اول لو السن مثلا رينج عشرينات فبتبقى ممكن ننتظر سنه حتى كامله، لكن لما السن يكبر نستعجلش. ما كل ما السن يكبر كل ما ممكن يبقى فيه مخزون مبيض قليل، كل ما يكون فيه عدد طبعا. فبالتالي نشهل شويه في الفحوصات اللي ممكن نطلبها. انما كل ما صغر السن كل ما الامور يبقى عندي متسع من الوقت. يعني مثلا عروسه 22 23 25 27 29 تمام، 3-4 شهور متجوزه، 6 شهور متجوزه، سنه متجوزه، مفيش مشكله. لكن يعني لسه السن عندي يكبر متسع من الوقت. يعني مع السن الكبير لا، محتاج ان انا ابدا يبقى فحوصاتي اسرع شويه. تمام. وما فيش مانع عندي خالص ان انا حتى من ساعه الشبكه بالنسبه للزوج ايه المشكله ان اطلب منه تحليل سائل منوي قبل الجواز نفسه. قبل الجواز مفيش مشكلة، بعد الجواز مفيش مشكلة. فبرضه بنوجه، بس الناس كتير ما بتعملش الفحوصات. هو برضه الزوج بيبقى عنده حساسية شوية لما نيجي نطلب الفحوصات الخاصة بيه. هو فحوصاته بسيطة، ما هياش مجهدة. فحص واحد تحليل سائل منوي، بنراعي فيه بعض النقط المهمة زي مثلا موضوع عدم العلاقة الزوجية لمدة 2 أو 3 أيام. تمام. ونعمل تحليل. التحليل مش مكلف، مش مجهد بالنسبة له، بيديني طريق أو بيديني سكة أو بيديني خطة في دماغي ازاي أمشي حسب ظروف التحليل. لو تحليل جيد يبقى خير وبركه، يبقى انا عندي وقتي. خلاص. تحليل فيه مشكله يبقى لازم ابدا ان انا برضو اسرع شويه وابدا نلتفت للزوجه. تمام. يعني كل ما السن بيكبر كل ما نبدا في سن قلق شويه ان احنا ما نضيعش وقت. تمام. لان في بعض الناس متجوزين متاخرين شويه وبعدين يقول لك طب استنى، يجي تبص تلاقي الوقت عدى منه وهنخش على الاربعينات ونلاقي بقى المخزون قليل والفرصه ضيقه او قليله. طب بالنسبه للزوج ايه التحاليل اللي ممكن بيعملها؟ هو الزوج بنطلب تحليل واحد فقط اللي هو تحليل السائل المنوي، وده بيبقى بس في بعض المحاذير بنقولها، في 2-3 ما فيش علاقه زوجيه وبيعمل تحليل. يستحسن تحليل ممكن في اي معمل، او لو الانسب معمل حقن مجهري بيبقى الدنيا اكثر دقه شويه. يعني التحاليل في الحقن المجهري في تحليل الحقن الزوج المجهري. في تحليل الزوج بالذات في مع معمل الحقن المجهري
بتبقى الدنيا اكثر دقه شويه، ان هم بيتابعوا بتبقى اوضح، بتبقى اوضح واكثر دقه عن المعامل العاديه. ما بنشككش في حد، بس بتاع الحان المجاري فاهم هيدور على ايه، وفاهم النقط اللي هي تقول له يقول لي بيها اذا كان في تاخر هيحصل بالنسبه له او لا. إيه؟ يعني الحركه أكتر. العدد أكتر. الحركه والعدد والاشكال الطبيعيه قد ايه، وده مهم جدا بالنسبه لنا. طيب يعني لما الراجل عايز يعمل تحليل يتجه لمعامل انسب معامل الحقن المجهري تبقى اكثر دقه، بيديني داتا انا بتصرف على اساسها وتبقى احسن من المعامل الثانيه. لا شك انها اكثر دقه من اي معمل تاني. طيب معامل التبويض الطبيعي بالنسبه للست بتبقى ايه؟ يعني معدل التبويض الطبيعي للست بتبقى ايه؟ بصي، بالنسبه للتبويض وفي اكتر من جزئيه، ممكن من التاريخ بتاعها نقول لها دوره منتظمه او لا، وتجي لك كل قد ايه، دي نقطه مهمه قوي. او يعني معدل انتظام الدوره، ممكن بالفحص اللي هو تحليل هرمون AMH اللي هو المخزون الميبة، ده مهم جدا برضو، لازم يتعمل. ده مهم، من اهم التحاليل، من اهم التحاليل، من الحاجات اللي هي مهمه، وفي نفس الوقت برضو بتديني سكه امشي بيها. يعني المخزون القليل ظروفنا ايه، المخزون العالي هل هو ده يعني حاجه في صالحي او لا. احيانا المخزون العالي وعالي قوي بيديني اتجاه تاني ناحيه تكيس المبايض، فبتبقى قصه تانيه خالص. تكيس المبايض دي بتاخر الحمل، يعني في حالات كتيره جدا ممكن تبقى سبب عدم انتظام دوره، وسبب وجود شعر زائد بالنسبه للسيده، وسبب تاخر حمل، وسبب بس ممكن تمنع حمل، ممكن تاخر حمل، طبعا ممكن تاخر حمل، تاخر ولا لان تمنع. ما عنديش، مش هيبقى عندي تبويض منتظم، فبالتالي ما بيبقاش الدنيا واضحه معانا قوي. يعني طب يعني في حاله مثلا لو ما فيش حمل، يعني الست ممكن تعمل ايه في الحاله؟ بصي، احنا يعني السن الصغير ممكن ندي سنه كامله بين الزوج والزوجه، ممكن او ان احنا فحوصاتنا تتعمل في اي وقت، فحوصات اللي هي بالنسبه للزوج تحليل سائل منوي، مش هيخسرنا حاجه. بالنسبه للزوجه بالتاريخ بتاعها، لو عندي دوره منتظمه، لو عندي دورتها منتظمه، وفي نفس الوقت الحاجات المصاحبه للتبويض، زي مثلا احتقان الثدي شويه، اذا كان الام في نص الدوره شويه، اذا كان تنقيط دم بسيط في بين الدوره والدوره، دي كلها علامات ممكن تقول لي ان الدوره اذا كانت يعني في تبويض او لا. طبعا قبل اي حاجه بننبه الزوج والزوجه ان هم ما فيش داعي للتسرع، يعني نبقى هاديين شويه كده وننتظر، ان عندي في نسبه حمل كل شهر تقريبا بين الزوج والزوجه، يعني ما يتاخروا ما يتوتروش، يعني قصدي حوالي 80% ممكن يحصل حمل تلقائي اول سنه، تمام، وحوالي 85% السنه اللي بعدها، هم شهرين ثلاثه ويبداوا يتوتروا. فهو فده ما اللي احنا بنلاحظه، ان هم تبص تلاقي الست او البنوته المتجوزه معاها حماتها او معاها جوزها والقصه ياها دي، ونبدا بقى بسكه التوتر شويه. فاحنا بننبي ان احنا ممكن نعمل بعض الفحوصات المهمه بالنسبه لنا، وفي نفس الوقت بننبي ان انا عندي وقت، مع وقتي بتزيد نسبه الحمل. طب التوتر ده في حد ذاته ممكن يسبب تاخير لوحده؟ ممكن طبعا، ممكن يعني ممكن اصلا التوتر في حد ذاته ممكن ان هو التبويض مش عمليه ميكانيكيه، التبويض سنترز في المخ بتطلع هرمونات بتاثر على المبيض. لو انا عندي قلق او توتر، تلاقي بدايه من السنترز بتاعت المخ دي تبدا انها ليهم علاقه ببعض. طبعا نعم، ليهم علاقه ببعض. طبعا يعني اللي هو السنتر المخ مع الغده النخاميه مع المبايض، في كذا حاجه بيشتركوا مع بعضهم بحيث يحصل تبويض في الاخر. تمام. طيب عايزين نعرف من حضرتك، امتى ايام الحمل اللي المفروض الست تبقى عارفه ايه الوقت، ولا ايه الايام اللي يحصل فيها حمل؟ ايه اكتر ايام تحسبها؟ يعني ازاي رفلي كده من اليوم العاشر للدوره، يعني دايما بنعد اليوم الاول للدوره هو اليوم رقم واحد. تمام. لو قلنا اليوم العاشر، يعني الدوره جت يوم واحد مثلا، كانت هتطهر منها يوم خمسه يوم سته، مش هم تطهر منها امتى، انما لو الدوره جت يوم واحد يبقى يوم 10 بدايه التبويض بالنسبه لنا. تمام. من يوم تعمل ايه بقى؟ من يوم العاشر لحد اسبوع كمان، ده دي فتره يعني تبويض بالنسبه من يوم 10 ليوم 17، ده تقريبا في معظم الناس معايا. فلذلك احنا برضو بنسترشد بالسونار، يعني ده رفل كده، لما حد هيسالني تبويضي امتى هقول له من اليوم العاشر عدي اسبوع، يعني تعد اسبوع من اسبوع اليوم من العاشر. ده رفل كده. طبعا لا شك ان في حاجات اكثر دقه شويه. لما اجي اعمل سونار للسيده في اليوم السابع الثامن التاسع، برضو ببدا اعرف ان في بويضات او لا، وحجم
وحجم البويضة قد ايه وممكن تخرج امتى، ونحاول ندي علاج منظم لخروج البويضة او لتوقيت التبويض. ليه؟ لان في بعض ازواج بيبقوا مثلا بياخدوا نبطشيات بره، بيبقى مثلا في سفر وهيجي، فيبقى عندنا فكره الدنيا ظروفها ايه، يعني امتى التبويض هيبقى يحصل مع السيده. فبالتالي ممكن قوي بالتاريخ بالدردشه معاها، انت دورتك امتى، منتظم عليكي، متوقع من يوم 10 لاسبوع بعدها، ده فتره التبويض. يستحسن حتى لو الزوج مش متواجد يستحسن يتواجد في الفتره دي، وتبقى في علاقه زوجيه منتظمه غالبا يوم بعد يوم لمده اسبوع. ده 70% من الحالات ممكن تبقى الدنيا كويسه. يعني العلاقه الزوجيه احسن وقت ليها يوم بعد يوم عشان يستفيدوا طبعا هو البنات. هو يعني هو يعني عشان ما يبقاش في اجهاد على حد ومحدش يزعل مننا، بنقول يوم بعد يوم. افرضي علاقه زوجيه يوميه، ايه المشكله؟ ولا حاجه بالنسبه لنا، ما تاخرش الايجاد دي او تاخر. ما عنديش اجهاد على حد، ما عنديش يعني ما فيش اي حاجه. لو علاقه يوميه ما عندناش مشكله، لو يوم بعد يوم هتبقى اريح بالنسبه للطرفين، برضو بنوصي بيها. طيب كنت عايز اعرف برضو، نعرف المشاهدين امتى الست تعرف ان الانابيب سليمه او فيها مشكله؟ طيب انا بس قبل ما اخش نقطة انابيب، هنحاول برضو ندي هنت بالنسبه للزوج. هو عمل تحليل سائل منوي، طب هو الراجل عمل تحليل، طب هو بيركز في ايه؟ او لو هو حتى بينه وبين نفسه يبص على التحليل ويعرف اذا كان هو في الطبيعي او بره الطبيعي. بنقول ان بنشوف العدد حسب WHO اللي هو منظمه الصحه العالميه، كانت بتوصي ان هو العدد الحد الادنى المقبول بالنسبه لنا 15 مليون في الملي الواحد. والله فلو اقل من 15 بنبدا ان احنا نشهل شويه معاه، يمكن تبقى 5 مليون، فبالتالي ده مش حلو. مش حلو. فبالتالي نبدا ان احنا نركز على الزوج شويه. هو الزوج لو انا لقيت العدد 15 مليون واعلى في الملي حاجه كويسه. لو لقينا الحركه النشطه 40% برضه حاجه كويسه. يبقى عدد يعني وحركة. مهم موضوع العدد ده ان هم يعرفوه طبعا. وتشوهات، هل في تشوهات بنسبه كبيره او لا؟ معايا؟ انا برضه عندي نسبه تشوه حتى لو وصلت ل 96%، يعني 96% مشوه، انما 4% بس مش مشوه، يبقى عندي الدنيا كويسه برضه. طيب يبقى بنشوف حركه وعدد وسرعه. ده اللي بيخص ثلاثة ايتمز مهمين جدا، اللي هو لو دورت عليهم لقيتهم كويسين يبقى انا شلت الزوج من دماغي، وبنبدا بقى نتنبه للزوجه. طيب تنشيط التبويض المفروض بيبقى امتى؟ برضه قلنا ممكن قوي يبقى التبويض ماشي لوحده بشكل منتظم، فبالتالي مش شرط انشط لكل الناس اللي عدوا عليا. لا، انشط للناس اللي هم في احتياج لتنشيط. يعني انشط ممكن بعد 6 شهور من جوازنا مفيش استعجال، الا لو كانت سنها كبير، لا بنشط من اول شهر. والله يعني لو السن كبير ابدا انشط من اول شهر. انشط بدري على قد ما اقدر بقدر الامكان، لو السن صغير وعندي فسحه من الوقت. من سن كام بالظبط يبداوا التنشيط من اول فوق شهر؟ فوق الثلاثينات يعني. الدنيا مش حلوه، فوق ال 35 بتبقى مش حلوه قوي. دخلنا في ال 40 ده هو مش خلاص، احنا ما عندناش حاجه خلاص، بس ما بنحبش يعني فوق ال 30 وبعدين هنخش 35 وبعدين هنقرب لل 40، الخط ده ما بنحبش نقرب له قوي على قد ما نقدر. يعني كل ما السن يكبر بتبقى فيها مشكله اكتر. زاد السن يبقى عندي مخزون قليل، عندي قدره على الحمل، القدره على الحمل قليله، فرص قليله في الحمل، فبالتالي بنحاول ان احنا نبقى مركزين قوي. لو الزواج بدري يبقى ممكن ادي وقت شويه، لو الدنيا الوقت متاخر بالنسبه للزوجه نبدا نرتب نفسنا على فحوصات بشكل اسرع شويه. طيب الست تقدر تعرف ازاي ان التبويض بتاعها طبيعي ونشط، ولا في كسل تروح للدكتور تتابع مع دكتور؟ هو انتظام الدوره ده من العلامات الاساسيه بالنسبه لنا ان التبويض كويس غالبا. انا برضو ممكن كونفيرم الكلام ده عن طريق الترا ساوند السونار في عيادتنا، ما بياخدش دقيقتين ونبدا ناكد حاجه زي كده، عن طريق تحليل هرموني يعني زي مثلا يعني في اشعه وفي تحاليل الكلام ده، في سونار بيتعمل عن طريق دكتور النساء او اي مركز اشعه، ممكن بدايه مثلا من اليوم السابع 8 10 12 دي فتره بنبدا نتابع فيها التبويض. طيب معايا؟ دي متابعه التبويض بالنسبه لنا كسونار، فدي برضو مهمه، او ان انا باخد بالتاريخ ان الدوره منتظمه بالنسبه لها، ان بين الدوره والدوره في افرازات زياده شويه تبقى على اي سيده، ودي معناه ان التبويض غالبا ماشي كويس. ماشي كويس. مع بقيه الهرمونات، مثلا هرمون الاف اس اتش ال اتش بتوع الغده النخاميه، دي مهمه بالنسبه لنا. تمام. معايا؟
مخزون الميبت زي ما احنا قلنا المفروض يتعمل. مخزون الميبت يعني لو انا شكيت او انا السن كبير شويه او انا السونار مش مريحني بنعمل المخزون بيبدا يوضح لي الدنيا عامله ايه. طيب بالنسبه لتنشيط التبويض عن طريق ايه؟ انشط التبويض. المبايض ليها اكتر من طريقه في التنشيط. ممكن نبدا باقراص بسيطه. اقراص من اليوم الثاني لليوم ال في اقراص معينه؟ في اقراص للتنشيط ممكن نستعملها نمره واحد. امتى؟ لو انا حسيت ان المبايض مش شغاله بشكل كويس. لو ما عنديش مبيض نشط بشكل مبيض منتظم في التبويض بتاعه فنبدا ندي بعض الادويه اللي تساعدنا على انتظام الدوره وعلى تنشيط المبيض. بنبدا دايما بالحاجات اللي هي الارخص والاسهل في الاستعمال ما دام مش محتاج اللي هو الاغلى او يعني مثلا لما اخد الاغلى بقى ممكن يكون لو الدكتور شاف ان الحاله تستدعي. ده انا قصدي بقول لك انا غالبا بنبدا بالثمن الاقل والاسلوب الاسهل في الاستعمال. لو الامور هاديه ممكن بنستعمل الاقراص معايا بنبدا قرص مرتين في اليوم اليوم الثاني لمده 5 ايام. ده في معظم الحالات. تمام. ممكن اشهر لحد 6 شهور ما عنديش مشكله، شهر 2 3 4 ما بنزودش عن كده. تمام. طيب برضو عايزين نعرف من حضرتك موضوع الانابيب، يعرفوا ازاي ان كانت مسدوده يعني كويسه ولا فيها انسداد؟ طيب احنا بس بنحاول احنا لما نمسك نقطه نستوفيها. يعني ايه؟ يعني مثلا المبيض ده انا اتعرف عليه بالسونار واتعرف عليه بتحليل الهرمونات المناسبه بالنسبه له واتعرف عليه بالمخزون، فدي كلها بتصب لي في نقطه واحده عشان ما شتتش نفسي. احيانا في بعض الهرمونات تطلب جنب القصه دي، يعني مثلا هرمون الهرمون مثلا المبايض مثلا الاف اس اتش والال اتش، ممكن قوي ان انا ادور على الغده الدرقيه ودي مهمه جدا. الغده الدرقيه مهمه وبتلعب دور معانا. احنا بندور علاقتها الغده الدرقيه ليها علاقه بالتبويض وانتظام التبويض وحدوث الحمل. يعني لو هي فيها مشكله الافراز الزايد جدا بالنسبه لها يعني الغده الدرقيه بالذات بتلعب دور، لذلك هي من ضمن الحاجات اللي احنا بنطلبها مكمله للتحليل الاساسي بتاع المبايض. فالمبايض ممكن اطلب المخزون، ممكن اطلب هرمون الاف اس اتش ال اتش اللي هم بيطلعوا من الغده النخاميه، ممكن هرمون الحليب اللي هو خاص بافراز اللبن من الثدي او افرازات الثدي، ده برضه مهم بالنسبه لنا. يعني او يمكن تلاقي مجرد افراز اللبن من الثدي ممكن يعطلي التبويض، ولذلك تلاقي الست اللي والده وبترضع تقول لك انا برضع نظيف، يعني ما بيحصليش يعني حمل مع رضاعتي، وده وارد نتيجه ارتفاع هرمون البرولاكتين او هرمون الحليب ممكن ياثر لي على التبويض. يعني ليه علاقه بالتبويض. فاذا هرمونات المبايض لوحدها اوكي، بس في هرمونات محيطه بينا زي الدرقيه وزي هرمون البرولاكتين هرمون الحليب، ده برضو بنعمل عليه تشيك بحيث نتاكد ان امورنا كويسه معايا. فده كمبيض، يبقى مبيض اتعرف عليه بالسونار، اتعرف عليه بهرمونات، اتعرف عليه بالدردشه مع السيده نفسها، دورتك منتظمه او لا، في علامات بتحصل مصاحبه للتبويض هل بتحصل معها او لا، دي كلها علامات مصحوبه ان في تبويض ماشي كويس معايا. لو حسينا ان في مشكله في الهرمونات او في مشكله في صوره المبيض بالسونار وقت التبويض ممكن الجا للتنشيط. فمش روتين ننشط كل الناس. تمام. اللي بيعض علينا، لا انشط اللي محتاج. تمام. بعد مراجعه الهرمونات الاساسيه اللي احنا قلنا عليها، الهرمونات الاساسيه، وبعد متابعه السونار. متابعه السونار مش مكلفه، دي في عياده السونار في مع اي دكتور في عيادته. تمام. فمش مكلف بالنسبه لنا. مش مكلف معايا، يقدروا يعملوه بسهوله. فالهرمونات، السونار، الدردشه او التاريخ المرضي بالنسبه لها، دي كلها علامات بتوضح لي الدنيا عامله ايه كمبيض. الدنيا ماشيه لان المبيض كويس. تمام. وعدى على الكتكوته الصغيره اللي هي ام عشرينات دي، عدى عليها سنه، هي لسه متجوزه، لسه متجوزه وحماتها بتزن عليها وجوزها قلقان عايز خلفه وعايز يخاف كده. فاذا كان كده يبقى المبيض زي ما احنا قلنا ان احنا نراجع هرموناته، الدنيا كويسه، تبويضنا كويس، مش محتاج اضيف منشط. اضيف منشط في حاله وجود خلل في حدوث التبويض. يعني طالما مفيش خلل، مفيش خلل، لا ما ضيفش، ملوش لازم، يعني هو مش لازم السيده تروح تديني منشط يا دكتور. لا بنستكشف او الاول نستكشف ونعمل تحاليل. اذا كان الدنيا محتاجه هنضيف. تمام. اللي برضه فشل الاقراص بضطر ان انا اخش لمرحله الادويه الحقن.
فالتنشيط بالحقن موضوع مكلف، الأمبول يساوي الشيء الفلاني، وبناخد أمبول أو اتنين في اليوم كتير، ومدة كام يوم كتيرة. فتكلفة أكتر. ففي ظل الظروف الحالية الاجتماعية الموجودة طبعًا. الدنيا مش حلوة قوي مع طبعًا. الناس كلها، فبالتالي محتاج ان انا برضو اكون مترفق يعني يبقى عندي فكره المصاريف الماديه قد ايه والناس هتقدر او لا عشان ما اجيدهاش. هو نجاحك مش يعني مش بالعلاج وخلاص، يعني برضو روشته تتكلف كام اذا كان هو يقدر عليها او لا. يعني ممكن قوي تكتب روشته كويسه وانت دكتور كويس والعيان مش قادر يجيب، فما ما نجحناش، ما فيش فايده من الكلام. فبالتالي يعني الناحيه الماديه مهمه قوي الواحد يراعيها حسب احتياج المريض. يعني ممكن نضطر نكتب حقن غاليه ما عندناش مشكله، لو هو ما عندناش سكه الا كده معايا، لو اضطرينا لكده، لو اضطرينا. فاحنا قلنا السن بالنسبه لنا مهم، كل ما يكون صغير كل ما نتمهل شويه، ما عنديش اي مشكله نسيب سنه كامله بين الزوج والزوجه ما دام في علاقه زوجيه منتظمه. بنراعي برضو طبيعه شغل الزوج، هل الراجل مسافر ما بيجيش، نبطشيات بره، طب هو هيبقى نبطشي بره اثناء التبويض، فبنحاول ننبي على النقطه البسيطه دي، ودي مهمه جدا بالنسبه لنا. تمام. طيب ممكن نعرف برضو من حضرتك ايه انواع المناظير؟ طبعا المناظير هي طبعا ليها دور متخصص في المناظير، فاحنا عايزين نعرف هي ليها دور، ليها دور مهم قوي. انما احنا برضو فحصاننا بتبقى متدرجه. يعني ايه متدرجه؟ يعني مش هشوف حد اول ما اشوف وشه اقول له منظار، لا. ممكن قوي ان انا محتاج وممكن احتاج. تمام. لو احتاج يعمل منظار فبالتالي ممكن احتاج منظار، ملوش لازمه عليك. لا هو يعني هو مش ملوش لازمه ليه. تمام. يعني ليه فوائد كتيره جدا، بس الواحد بيحاول دايما ان هو يستسلم طلباته ويستسلم الفحوصات اللي هو حسب احتياجه. حسب احتياجه. يعني المنظار ده ممكن في اخر مطاف لو انا ما عنديش مشاكل قوي ونعمل كونفرميشنز ان الامور كويسه ممكن اعمله. ممكن ابدا بالمنظار مع بعض الناس لو سن كبير شويه وحاسين ان في التصاقات او اديتني تاريخ مسبق انها مثلا جالها التهاب زايده ودخلت عملت عمليه والجرح ملامش بسرعه، ده بيلفت انتباهي ان قد يكون في التصاقات. تمام. معايا؟ لو في التصاقات يبقى هيبقى المنظار ليه الاولويه عن غيره. تمام يا دكتور. معايا؟ في النهايه نحب نشكر دكتور فهمي احمد رمضان على وجوده معانا، ويا ريت كل المشاهدين يكونوا استفادوا من دكتور فهمي احمد رمضان. نورتنا يا دكتور وشرفتنا. شرفتين. اهلا بك. الله يخليك. طب نطلع فاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم. معاكم دكتور فهمي احمد رمضان استشاري النساء والتوليد والحمل المجاري. هنتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا بالنسبه لنا، هو موضوع السمنه او زياده الوزن عن المعدل الطبيعي وعلاقتها بالحمل المجاري. اي سيده او انسه وزنها 80 كيلو واكثر، طولها حوالي 150-160 سنتي، هنعتبرها عندها زياده في معدل الوزن. ليه بنهتم بالوزن في عياداتنا؟ لان الوزن بالنسبه لنا فيه علاقه وثيقه بين تاخر الحمل او نسبه اضغاط اعلى او تنشيط مبيض بياخد جرعات اكتر او عدم حدوث حمل في الاساس في بعض الحالات. دايما السيده اللي هي وزنها زياده اول نصيحه ليها هو ان احنا نقلل معدل الوزن بتاعها، اما عن طريق نضبط الدايت بتاعها او الوجبات بتاعتها او زياده المجهود او الاكسرسايز او النشاط الرياضي. كل ما ده زاد كل ما ده بقى انسب كتير. بننصح بان نقلل معدل زياده الوزن بنسبه 10% تقريبا، بنحصل على نتيجه احسن في التبويض ونتيجه احسن في حدوث الحمل ونتيجه اقل في الاضهاق ونتيجه اقل في تاخر الحمل. اذا الوزن مهم جدا بالنسبه لنا. تثبيت الوزن للحصول على نسبة حمل أفضل بيبقى مهم جدا في بداية بروتوكول التنشيط أو الهدف من حدوث حمل.